تخيل التالي: اشتريت لعبة فيديو جديدة كان عليها خصم يوم الاثنين وأنت متحمس لتجربتها. حالما تدق الساعة 5 مساء تغادر المكتب متجها إلى المنزل على الفور، وأثناء سيرك في الشارع تتصفح موجز الأخبار على هاتفك الذكي ويجذب انتباهك أحد العناوين يقول العنوان: خبر عاجل، ثبت أن ألعاب الفيديو خطيرة. و بقية عنوان المقال لا يظهر، لكنك تتجاهله معتقدا أنه مجرد خبر لصحيفة غير موثوقة متعطشة لجذب القراء. تعود إلى المنزل ثم تستحم وتحضر عشاء سريعا، وبعدها تشغل كمبيوترك وتنقر مرتين على رمز اللعبة الجديدة في ترقب وحماس، لكن لا يحدث شيء. تمر بضع دقائق دون أن تبدأ اللعبة، لذا تنقر مرتين دون أي نتيجة. حسناً، يبدو أنك ستضطر لإعادة تحميل اللعبة. تفتح مشغل اللعبة ويقابلك الخبر هناك. على الخلفية المألوفة باللونين الرمادي والأسود ترى لافتة ضخمة تقول: يرجى القراءة، حظر ألعاب الفيديو ساري المفعول. تنقر على اللافتة وتكتشف أنه في هذا الأسبوع تم تأكيد نتائج دراسة مقلقة أثبتت أن ألعاب الفيديو تشكل خطراً على الصحة العامة، وبسبب ذلك تم تعليق جميع خدمات الألعاب حول العالم حتى إشعار آخر، ولن تشتغل أي ألعاب محملة لأنها تتطلب الاتصال بالخدمات السحابية والإنترنت. باختصار، ألعاب الفيديو ممنوعة لأجل غير معلوم، ولأنه لم يعد لديك شيء لفعله تخلد إلى النوم مبكراً ومزاجك متعكر. بعد مرور شهرين، تسبب حظر ألعاب الفيديو في إلحاق ضرر كبير على ملايين الأشخاص حول العالم. وبالطبع، فإن أول من تأثر بهذا المنع شركات تطوير الألعاب ونشرها، وخلال الشهر الأول فقط أغلقت معظمها وخسر الآلاف وظائفهم. وتقدم بعض هؤلاء المواظفين لوظائف جديدة لأن المجالات الأخرى لتقنية المعلومات والتصميم تحتاج إلى مواهبهم، لكن الحظ لم يحالف الآخرين واضطروا إلى تغيير مجالهم الوظيفي بالكامل. كما تأثرت شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر والألعاب بهذا الحظر. كانت ألعاب الفيديو تجارة مزدهرة أكسبتهم مليارات الدولارات سنوياً، وعلى الأرجح أن الشركات المصنعة لبطاقات الرسومات هي الأكثر تضرراً من هذا المنع. فلسنوات عديدة قامت هذه الشركات بترقية أجهزتها لتناسب احتياجات اللاعبين، لكن بعد الحظر أصبح عملاؤها الوحيدون مصمم الجرافيكس والفيديوهات. شركة تطوير الألعاب تعمل في اتحادات ضخمة، لذا لا تزال صامدة على الرغم من خسارتها جزءاً كبيراً من تجارتها. على سبيل المثال، عادت شركة يابانية كبرى إلى بداياتها وبدأت في جني الأرباح مجدداً من ألعاب الورق والألعاب اللوحية. بعد ذلك تضرر مشاهير ألعاب الفيديو المعروفون باسم ستريمر واليوتيوبر أو صانع محتوى اليوتيوب. أغلبهم كانوا يحققون دخلاً من البث المباشر أثناء اللعب، وبدون الألعاب اضطروا إلى إغلاق قنواتهم. وفجأة فقد الرياضيون السبرانيون ومنظم البطولات ما كانوا يبرعون فيه، لكن البعض منهم عثروا على مجالات أخرى للعمل فيها. بدأ بعضهم في عمل تقييمات على الأفلام والمسلسلات، بينما اتجه البعض الآخر إلى مدونات المكياج أو الحيل المجنونة أو مجرد العثور على وظائف عادية. وأخيراً كان هناك اللاعبون العاديون مثلي ومثلك، والذين أرادوا الاستمتاع بالقليل من اللعب في وقت الفراغ. واضطر عشاق تعديل الألعاب إلى التخلي عن هواياتهم المفضلة والعثور على هواية جديدة. على سبيل المثال، شهدت هواية جمع الطوابع طفرة لم تحدث منذ الثمانينات بفضل تحول اللاعبين السابقين الضجرين إليها. ازدادت شعبية الألعاب اللوحية كثيراً وحظيت باهتمام لم تشهده من قبل. إلى جانب ذلك، سرعان ما اكتشف الناس أن ألعاب الفيديو القديمة لم يشملها الحظر. بعض الألعاب الكلاسيكية مثل سوليتير وكنسة الألغام والسفن الحربية لا تزال مسموحة، لذا لا عجب أنه في أقل من شهر اكتسبت هذه الألعاب شعبية متجددة وبدأ تنظيم بطولات رسمية لها على الإنترنت وفي الحياة الواقعية. كما ظهرت صفقات مشبوهة ومتحايلة، رغم أن الدراسة المكروهة أثبتت أن جميع ألعاب الفيديو ضارة وطالبت بحظرها، أدرك الكثيرون أنه يمكنهم استخدام أجهزة الألعاب القديمة
قام الأشخاص الذين يمتلكون هذه الأجهزة بنفض الغبار عن أقراصهم المدمجة وأشرطة اللعب واستمتعوا باستعادة ذكريات الماضي. وبالنسبة للبقية راج بينهم تبادل الألعاب القديمة بالسر. فتح تجار ماكرون نوادي ألعاب نصف قانونية ودعوا الناس للعب بأجهزة ألعاب الفيديو القديمة وألعاب الأركيد في السراديب وأزقة المدينة. كما أصبحت الأقراص المدمجة وأشرطة اللعب القديمة إلى جانب أجهزة الألعاب القديمة نفسها من السلع النادرة المرغوبة كثيراً. وبالطبع فقد توقفت المتاجر الرسمية عن بيعها منذ زمن طويل واستبدلتها بأجهزة جديدة، لكن بعد الحظر ارتفعت مبيعات السلع المستعملة بشكل كبير. في الماضي كان هواة الجمع فقط متحمسين لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على لعبة فيديو نادرة أو جهاز ألعاب من إصدار محدود، لكن بعد المنع حتى الأشخاص العاديين المحرومين من ممارسة هوايتهم المفضلة أصبحوا مستعدين لدفع ضعف السعر أو حتى ضعفيه مقابل هذه السلع. وفي البداية سمحت الأسواق الرقمية مثل إيباي لأي شخص بشراء سلع ألعاب الفيديو وبيعها، لكن سرعان ما تم حظر هذا التبادل التجاري واتجه الناس إلى منصات أصغر وأكثر سرية. لكن طوال هذا الوقت كانت الأخبار تدور حول هذا الموضوع، ظهرت تكهنات عشوائية حول أصول الدراسة وأساليبها، وأجريت مناقشة ساخنة في برامج الحوار المسائية وفي أوقات الذروة على التلفاز والإنترنت. وجادل بعض الخبراء بأن قرار الحظر كان متسرعاً وأنه تطلب تدقيقاً شاملاً، لكن البعض الآخر أيدوا بشدة حظر ألعاب الفيديو وتمنوا لو طبق منذ زمن طويل. ابتهج الكثير من أهالي المراهقين عندما أجبر أبناؤهم على التوقف عن اللعب على الإنترنت، لكن فرحتهم لم تدم طويلاً، فلم يتجه إلى الكتب والدراسة سوى نصف المراهقين الذين بقوا بدون ألعاب فيديو، ولجأ النصف الآخر للأسف إلى أنشطة أقل تحضراً. ونتيجة لذلك وقع أهالي هؤلاء المراهقين عريضة تطالب برفع الحظر، واكتسبت هذه العريضة شعبية كبيرة في وقت قصير. تزايدت حدة التوتر، وبعد شهر آخر أصبح من الواضح أن العالم لن يعود كما كان عليه في السابق. كبرت شبكة نوادي الألعاب السرية، مما تسبب في مشاكل للشرطة التي لم تستطع العثور عليها لإغلاقها. انخفضت أسعار قطع أجهزة الكمبيوتر الحديثة بسرعة، وتم تعديل أحدث أجهزة الألعاب بشكل عاجل وبيعها بجزء طفيف من سعر تكلفتها كمحطات إعلامية. وبدأ الخبراء يتحدثون عن اقتراب أزمة اقتصادية كبيرة. لكن وسط هذه الفوضى ظهر خبر يقول إن فريقاً صغيراً من المطورين تمكن من صنع لعبة مفيدة للصحة، وفي فترة وجيزة تم الاعتراف دولياً بهذه اللعبة، وبدأت جولة جديدة من المناقشات. لقد ظهر نهج جديد وقلب طاولة الأحداث، فقد قاد إلى حقبة جديدة من ألعاب الفيديو. وبعد نصف سنة تعاود الشركات الصغرى والكبرى الافتتاح وتبدأ الأوضاع في التحسن. إنه العام 2022، لقد حل يوم الجمعة أخيراً وأنت لا تطيق الانتظار للعودة إلى المنزل ولعب تلك اللعبة الجديدة التي أطلقتها شركة الألعاب أخيراً. تغادر مكتبك وفي طريقك إلى المنزل تتصفح موجز الأخبار على هاتفك الذكي، يلفت خبر واحد انتباهك على الفور. يقول الخبر العاجل: ثبت أن لأفلام الأكشن مضرة بالصحة. وتفكر للحظة في فتح المقال لكن تقرر بعدها عدم القيام بذلك، ففي النهاية لعبتك الجديدة في انتظارك في المنزل، وهذا ما يهمك الآن. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.